هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو ارتخاء عضلات المهبل وعلاقته بالسلس البولي وبإفساد متعة الجماع. يعني ايه ارتخاء في عضلات المهبل؟ عضلة المهبل، العضلة بتاعت اللي هي بيبوكسيجيرس مصر، عضلة جوه المهبل دي مع الحمل والولادة، أو مش لازم حمل ولادة طبيعي، بس شيل الحاجات التقيلة، الحزق، الإمساك، تكرار العلاقة الزوجية بشكل ممكن عنيف، كل الحاجات دي ممكن تسبب ارتخاء لعضلة المهبل، ودي بتأثر تأثيرين بالسلب. ممكن تعمل مع الوقت سلس بولي، تلاقي نفسها الأول بيبدأ إن هي لما تكح أو تعطس ينزل بول، وبعد كده تلاقي نفسها مش لاحقة تدخل الحمام، ده اسمه سلس بولي. خلاص، المشكلة إن هو ما بيوقفش على ارتخاء العضلة، لأ، بعد شوية بيحصل سقوط للجدار الأمامي والجدار الخلفي للمهبل، وممكن يكون الجدار الأمامي والجدار الخلفي مع بعض للمهبل. ولو سيبنا الموضوع ده، المشكلة برضو إنه مش هيقف عند المرحلة دي، في مرحلة بعد كده إن يحصل سقوط للرحم، وفي مرحلة بعد سقوط الرحم تاني، للأسف في مرحلة تانية الرحم بيخرج بره المهبل خالص، ودي درجة من سقوط الرحم اللي هي الصعبة، وفي الغالب بيبقى نتيجتها استئصال الرحم. طيب، هل ارتخاء جدار المهبل، الجدار الأمامي والمهبل، يأثر على حدوث حمل؟ يأثر على حدوث حمل. هل يأثر على العلاقة الزوجية؟ طبعا يأثر على العلاقة الزوجية والاستمتاع في العلاقة الزوجية للزوج والزوجة. تمام. طيب، ايه اللي احنا المفروض بنعمله لما نحس بالاعراض دي؟ لما نحس ان احنا في اتساع في العضله، او خروج هواء، او خروج اصوات، او عدم استمتاع في العلاقه، او خروج صوت زي الغازات بس من المهبل، كل الحاجات دي بدايه اعراض، او تقل من تحت، او رحنا كشفنا واتقالنا خلاص في سقوط في جدار المهبل سواء الامامي او الخلفي، او لا قدر الله سقوط رحم. في الحاله دي بتيجي حضرتك بتخضعي للكشف في جهاز مخصوص بنكشف بيه عليكي من الاتحاد الاوروبي. الجهاز ده فيه 2 بروب زي ما اتكلمنا قبل كده، واحد للتشنج المهبلي، واحد للارتخاء المهبلي، وما بنستخدمش الجهاز في حاجه تانيه، هو جاي من بره عشان المشكلتين دول. بنقيس العضله من جوه، بنشوف العضله ضعيفه وكميه الضعف بتاع العضله ده. احنا كده وصلنا لمشكله ارتخاء جدار عضلات المهبل، وسم اللي ادى لسقوط المهبل وبعد كده سقوط الرحم اصلا مشكلته ايه؟ عضله. يبقى الموضوع ده ملوش حل غير ان احنا نعمله دراسات. طيب، خلينا نتكلم انه الموضوع ده الجراحه بتبقى عامله زي لو العضله بايظه، زي كانك بتخيط حاجه جايبه، فتتخيط يا عيني وتتبهدل الست من جوه خالص، وبعدين الخياطه بعد شويه تقوم تفك لان المكان دايم. فالعمليه مؤلمه جدا جدا وملهاش نتيجه، او نتيجتها بتروح بمعنى اصح، لان الخيوط بتفك، ما دي حاجه خارجه عن ايد المريضه وخارجه عن ايد الدكتور، العضله دايبه. فلازم نعمل ايه في الحاله دي؟ لازم بنعمل الجهاز اللي احنا شرحناه، اللي هو جاي مخصوص لعلاج الارتخاء المهبلي. بندخل الجهاز بشكل معين جوه العضله بتاعت المهبل، بيعمل انقباض كانها عمليه جماعيه، العضله بتقدر تلم، هو مؤلم شويه بس العضله بتفضل تلم 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 لحد ما ترجع للتون الطبيعي بتاعها، وبنعرف لان الجهاز فيه بروب بنقيس بيها، فبنعرف ان كانت رجعت للتون الطبيعي ولا لا. الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه، ان هو بيأثر ضعف عضله المهبل بيبقى مصحوب بضعف في عضلات الحوض والمثانه، فبيبدا العيانه دي المريضه دي زي ما شرحنا تحس بسلس بولي، فبنعمل مع الجلسه دي جلسه ثانيه لعضلات جدار الحوض والمثانه لتنشيط المثانه باجهزه معينه بتزود الدوره الدمويه رايحه للاعصاب بتاعه المثانه، وفي نفس الوقت بتعمل تنشيط لعضلات المثانه ولعضلات الحوض مع الجلسه اللي هي داخل عضله المهبل علشان الحاله ترجع تاني. ناس كتيره قوي حياتها اتغيرت للاحسن، وبقوا زوجين سعداء، لانه نجاح العلاقه الحميميه بيكون سبب من الاسباب المهمه لنجاح العلاقه الزوجيه. تمنياتي ليكم بحياه زوجيه سعيده، مش بس كده يا جماعه حياه زوجيه سعيده، لا،
هي في ناس، انا في حالات جات لي قالت لي دكتوره رانيا انا مش قادره ادخل، مش عارفه اصلي. لا انت هتبقي بتخرجي براحتك، مفيش تنقيط، مفيش تسريب للبول، يعني في حالات بتوصل لمراحل صعبه، وفي في ما عدا مرحله واحده دي الموضوع خرج عن ايدي، وغالبا بيحصل استئصال للرحم اللي هو احنا نيجي نكشف عليها نلاقي الرحم خرج كله بره المهبل. للاسف لو سبتي نفسك توصلي للمرحله دي مش هيكون ليكي علاج عندنا، وللاسف الطريق ده نهايته استئصال الرحم. اتمنى ليكوا حياه سعيده. كان معاكم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري دكتوراه العلاج.